تعد مشكلة الخمامة من المشاكل القديمة في الشارع المصري، وجرت محاولات عدة للتغلب عليها، إلا أن النجاح لم يكتب لها، كما تشهد بذلك حالة شوارع العاصمة المصرية. ليست مشكلة جديدة في مصر، لقد اعتاد المصريون وخاصة سكان العاصمة أن يروا القمامة تسيء إلى شوارع مدينتهم، غير أن الوضع استفحل مؤخرا، وأصبحت هذه الصورة متكررة ليس فقط في المناطق الشعبية ولكن أيضا في الأحياء الراقية. يعني الزبالة بشكل رهيب، لو أنت شفت المنظر عامل إزاي، والموضوع بقى يزيد ما بيقلش، يعني الموضوع بقى يزيد عن الحد، يعني الأسبوع ده غير الأسبوع الجاي غير الأسبوع اللي بعديه، زادت بطريقة ملحوظة. أو حضرتك بص عمارة هي معمولة بالرخام، ورخام نظيف وشوارع وعربات غالية جدا والزبالة اهي. فما الذي حدث؟ ولماذا تدهور وضع سيء أصلا بدلا من أن يتحسن؟ ظهرت مجموعة الفرازين اللي هو بيجي يروح رامي الكونتينر على الأرض، قاطع الشبك، قاطع البلاستيكات عشان يفرز اللي هو عايزه وياخده ويسيب لك الباقي في الشارع. روماني أحد هؤلاء الذين يتحدث عنهم رئيس هيئة النظافة. بقوم الساعة 3 الفجر باخد العربية والحمورين، بنزل نقي من الصناديق والمقالب بتاعت الزبالة، بلاستيك وكرتون وصفيح وقماش مقطع، هدوم مقطعة. بذلك يكون الرجل مهددا بالاعتقال لو تم ضبطه، لكن لروماني نقيب يدافع عنه. حضرتك كان المواد العضوية الأول بيستفيد منها، بيرميها للخنازير بتاعته ويبيع الخنازير، دلوقتي ما عندوش خنازير بعد ذبح عدم الخنازير، هيوديها فين؟ لقد تعرض مجتمع جامعي القمامة إلى تغير كبير قبل 5 أشهر عندما بدأت في مصر حملة للتخلص من الخنازير إثر ظهور الأنفلونزا الجديدة، ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك ما يدعو جامعي القمامة إلى جمع المواد العضوية التي كانوا يستخدمونها طعاما لما يربونه من خنازير. القاهرة بتفرز 14,000 طن قمامة يومية مختلفة، منهم 4,000 طن كانوا بيأكلوها الخنازير. تم التوصل إلى اتفاق يقوم بمقتضاه جامع القمامة بتوصيلها إلى المدافن الصحية المخصصة لذلك، لكن خلافات حول المقابل المالي حالت دون تنفيذ هذا الاتفاق. وبدلا من ذلك فإن ما يحدث الآن هو أن الجامعين يتركون المواد العضوية في الشارع ويأتون بالمخلفات الصلبة إلى منطقتهم. هذه المنطقة تعرف بعزبة الزبالين، المصطلح المصري لجامع القمامة. ربما يبدو المنظر من حولي سيئا، وهو كذلك بالفعل، لأنه على الأقل هنا يتم تجميع ما يلقيه المواطنون من قمامة ليتم بعد ذلك إعادة تدويره وتصدير البعض منه إلى الخارج واستغلال الباقي في السوق المحلية. في هذه الورشة يتم غسيل البلاستيك بعد تكسير زجاجات المياه الغازية المجموعة من القمامة، والإنتاج يتم تصديره بالكامل إلى الصين، مصير للمخلفات أفضل كثيرا من بقائها في الطريق العام، ولكن تحقيق ذلك يستدعي تضافر جهود المسؤولين والمنظفين وأيضا المواطنين. أنا النهاردة وأنا ماشي الصبح لقيت عربية بي ام دبليو قدامي، راح ماسك المنديل الكنديكس والعلبة المنديل وفي الشارع ورم، رحت واخد رقمه ونزلت السواق بتاعي قلت له بلغه سيادتك 1000 جنيه مخالفة. لعل الجانب المضيء وسط كل هذا هو أن مسألة القمامة صارت قضية مطروحة بقوة في الآونة الأخيرة في مصر، وربما يكون ذلك عامل ضغط على الجميع لوضع نهاية لهذه المشكلة القديمة المتجددة. خالد عز العرب، BBC، القاهرة.